يعني بعد ما حكينا عن هالتفاصيل رح نروح لمدينة دمشق، هالمدينة يلي محلات الصناعات اليدوية بلدكية السليمانية، هناك أبها هذا السوق يلي قدر أنه يحمل اللمسة الأنثوية، واليوم المونة صارت منتج حمل بصمة المرأة السورية، والتفاصيل مع هزار عبود. مشروع بيحمل لمسة الأنثى السورية يلي قدرت تكون سند لأسرتها ومجتمعها خلال سنوات الحرب على سوريا، فمن أشياء بسيطة قدرت توجد أفكار خلاقة، ومع التقليد السنوي يلي بيعيشه كل بيت سوري للاستعداد للشتوية، شكلت المونة المنزلية واحد من الأفكار يلي بدأتها مجموعة من السيدات السوريات ليصير إلها مكان خاص بين جدران كيا السليمانية. ست البيت يعني عم بتحاول من أي شيء لو بسيط إنه تخترع لأي شغلة مثلا بس حتى تعيل أسرهم، يعني في أسر كتير حرام متضررة وعندها عيال، يعني عم بتحاول قدر المستطاع لو مثلا إنه تكون مثلا شغلة بسيطة أو أي شيء بس حتى إنه تقدر تعيل أولادها. وغير هيك في نحن عنا جمعيات، عنا كمان هدول كمان كلهم ستات بيوت يعني كمان عم يشتغلوا مثل هيك، عنا هي السلال هي كلها هي من ورق جرايد، يعني عم يستغلوا اي شيء ورق جرايد وبيساووا منها هالشغلات هي الحلوه، يعني اللي عم ترضي الزبون وعم بيرغبها كثير، يعني عم يلاقي اي شغله حلوه ويحسها انه مثل هيك يعني تحفه. زبوناتنا اللي بيحبوا مثلا انهم بيرغبوا بالمنتجات الطبيعيه، يعني اللي صافية 100% اللي ما فيها مواد حافظة، لأنه كل منتج بيكون ما فيه مواد حافظة بيساعد هذا الشيء بيحافظ على إنه على نكهة المنتج وفائدته، رغم إنه بتعطي وزن بالسفر هذا الشيء عم بيقايسوا عنه إنه هن بالدنيا بالإمبلاج تبعه إنه ياخذوه حتى يعرضوه برا إنه هي نحن منتج القطر السوري تبعنا، وحابين إنه برا يشوفوا يتعرفوا على المنتج إنه إحنا بيطلع بإيدنا نعمل كل شيء. يعني بلدنا يعني لساته فيه الروح. من الأشياء الموجودة بين إيدينا نقدر نصنع إرادة وتصميم ليضل الأمل مشروعنا.